على أصوات مستمعينا كنرحب بكم مجددا. إذا كنحييكم ودائما من خلال برنامج كاين الحل مع الدكتور معتوق، معلومة جديدة، معلومة قانونية. اليوم غادي يتكلم الدكتور معتوق على زيادة في الحد الأدنى للأجر. دكتور أهلا. أهلا وسهلا. ده نسبة زيادة دكتور اللي تم الإعلان عليها في آخر مجلس. نعم عرفوا كاينه واحد الاتفاقية اللي كانت وقعت ما بين المتدخلين ثلاث اللي هما الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ثم النقابات الأكثر تمثيلية، اتفقوا باش يكون واحد زيادة في شتنبر 2022. يعني هو هذا اللي بديناه هذه ست أيام. وبغيت نذكر اليوم، يعني المعلومة دي اليوم اللي بغيت نذكر المستمعين بها هي شحال اليوم الحد الأدنى ديال الأجر، يعني الأجير اللي كيشتغل في مقاولة أو في مهن حرة أو في التجارة مع شي واحد كيمارس واحد النشاط تجاري أو الصناعي أو الحرفي، هادو كلهم اللي كيكونوا كيشتغلوا في هاد القطاعات، يعني عنده الصفة ديال أجير يعني خدام بالفرنسية سالاري، شحال هو الحد الأدنى اللي خصو يتخلص في الشهر؟ إذن غادي نعطيه لكم الأول بالساعة ونقول لكم شحال بالشهر. إذن إلى غاية هذه واحد ست أيام كان الحد الأدنى هو 14 درهم فاصلة 81 للساعة. هذا 14 درهم فاصلة 81 صبحات ابتداء من 1 شتنبر 2022 زادت فيها 5%، صبحات 15 درهم فاصلة 55 للساعة. وفي شتنبر المقبل 2023 غادي ترجع 16 درهم فاصلة 29 للساعة. هذا اللي كيتسمى بالفرنسية السميك، هذا الحد الأدنى إن أي واحد غادي يخدم هذا هو الخلاص ديالو ديال الساعة. هاد الأجر ديال الساعة ملي كنبغيو نحولوه للشهر شحال غيعطينا؟ كان تيعطينا هادي واحد ست أيام إلى غاية غشت 2022 كان خص الإنسان يكون تيتخلص الحد الأدنى القانوني هو 2828 درهم. يعني عقلوا عليها، كانت 28 جوج 8 2828 درهم في الشهر. ابتداء من فاتح شتنبر 2022 هاد 2828 غتصبح 2970 درهم، يعني شحال تزادت؟ 100 درهم و 140 درهم تقريبا. وابتداء من شتنبر 2023 هذا 2970 درهم اللي خصك تاخذ دابا غادي تصبح 3111 درهم. هذا هو الحد الادنى 3111 درهم. هذا القطاع التجاري الصناعي الحرفي اللي تكلمت عليه. ارنا الفلاحه، يعني المياوم اللي كيخدم في القطاع الفلاحي، هذاك العساس اللي خدام في الضيعه، هذاك اللي كيخدم في ذاك القطاع الفلاحي ديال المناطق المغطاه اللي كيديروا ذاك الميكات وتيبداو يخدموا في ذاك الظروف الله اللي عالم بهم، يعني اللي كيخدموا في القطاع الفلاحي وهو اجير عنده الصفات اجير يعني خدام عند شي واحد، كيتخلص الى حد الساعه خصو ياخذ، كان تياخذ هذه واحد ست ايام كان خصو ياخذ 76 درهم فاصله 70 في الساعه، ماشي في الساعه، في النهار 76.70 في النهار، ما يحسبولوش بالساعه. القطاع الفلاحي ابتداء من شتنبر 2022 خاصو يشد 84 درهم فاصله 37 النهار، وابتداء من شتنبر المقبل 2023 خاصو يبدا يشد 88 درهم فاصله 37 يوميا في النهار، ملي كيخدم النهار هذا هو الخلاص ديالو. إذن هذا هو القطاع الفلاحي والقطاع التجاري. رانا الوظيفه العموميه، الموظف العمومي اللي تيشتغل حتى هو ما عنده واحد السميك ديال 3000 درهم غادي يصبح
3500 درهم، حتى هو مشو تنبير 2022 غيصبح 3500 درهم في الشهر. اللي بغيت ناكد لكم وبغيتكم تعرفوه هو انه هذيك 2970 درهم اللي دابا هي اللي غادي تشد، اللي هي السميك دابا ابتداء مشو تنبير 2022، ولا 3111 درهم اللي غادي تشد ان شاء الله شتنبر 2023، راه تنحيدوا منها الاشتراكات ديالك ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يعني ملي كنحسبوا معفين من الضريبه على الدخل، معفين من الضريبه على الدخل، انك تدخل في واحد الشطر اللي كيكون معفي من الضريبه على الدخل، ولكن راه كتخلص تقريبا كتقطع لكم واحد 200 درهم في الشهر، يعني اللي كتمشي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ديال التغطيه الصحيه وديال هذه غير المساهمه ديال الاجير، وكاين عاود المساهمه ديال المشغل كتقطع له وهو من المصدر ديالو من المال ديالو. اذا اليوم هذا هو الحق ديالكم، خصكم تعرفوه. ولكن هذا النظري، هذا القانون، الواقع طبعا راه شي اخر. الواقع راه الناس وخاصة أننا اللي كنعرفهم بزاف هما الناس ديال الأمن الخاص، راه قليل الشركات اللي كيحترموا هاد الحد الأدنى وكيعطيو الأجراء ديالهم هاد الحد الأدنى. أما الشيء هذاك الأمن الخاص نهار ياخذ 3000 درهم تبقى له في جيبه في ثالث شهر راه يكون فرحان وسعيد، وخا ديك 3000 درهم يا براسها ما كافياش، ولكن راه مسكين حتى داك 3000 درهم ما كيحلمش بها، قلال الشركات اللي كيحترموا هذا الحد الادنى. هذا غير مثال عطيت، ولكن الامثله طبعا كثيره. ما نساوش المربيات مع الدخول المدرسي دكتور ايضا. جميع لا المربيات، المربيات كلهم يعني كيشتغلوا عن طريق التعاقد. تخرج تسميه المربيات راه اهانه كبيره لبلادنا. ان مربيه اللي كيطلقوا عليهم، ان مربيه كنخلصوها 1000 درهم و1200 درهم، هذاك موضوع اخر ما تجبدنيش ليه دابا، خليني في المعلومه. غير الناس يعرفوا الحد الادنى، اما هذاك الشيء اللي كيغلي كيخليك تغلي الدم ديال الكيفور، هذاك حديت ولا حرج، يعني موجودين الناس اللي مظلومين وما كياخذوش الحق ديالهم. ولكن غير بغيت الناس يعرفوا بانه كاين واحد الرفع دابا ديال هذا الحد الادنى ديال الاجر، اللي انتقلنا من 2828 درهم ل 2970 درهم، وخا هذا المبلغ ضعيف جدا بالمقارنة مع ارتفاع ديال القوة الشرائية والحياة، بشحال كتسوى الثمن ديال الحياة، بشحال اليوم كتسوى الحياة، اليوم الخرجة في الصباح بشحال كتسوى، اليوم خرجتي تقدى لوليداتك باش تفطرهم اشحال كتخسر، ها واش هاد الزيادة غتقدك؟ ما غتقدش طبعا، ولكن حنا تنقولوا دائما اللهم شويه ولا والو، على الاقل كاين واحد التحرك ديال هاد النسبه هادي حسن اللي يكون تجميد ديال هاد الحد الادنى. وبالنسبه لهذا اللي كنسميه السميك بالفرنسيه، وكاين السماك ايضا راني تكلمت عليه، ان كاين زياده ديال 5% دابا، وكاين زياده في 5% في شتنبر 2023. نعم، ديرنا زيادة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للصناعات والتجارة وبعض المهن في حدود 5%، وبالنسبة للسماق أو القطاع الفلاحي بنسبة 20%، على أساس إن شاء الله بداية شهر شتنبر المقبل زيادة جديدة.